وللمزيد ده ينضم إلينا هاتفيا السيد مصطفى طقطقة محافظ طول الكرم. مرحبا بك سيد مصطفى. يعني طبعا مع إعلان جيش الاحتلال بدأ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، التصعيد مازال مستمر وقد يستمر لأيام أخرى. كيف تبدو صورة الأوضاع حاليا في محافظة طول الكرم سيد مصطفى؟ يعني الوضع في طول الكرم أنا من وجهة نظري أرى الآن خطير جدا ما يقوم بتنفيذ هذا الاحتلال. يعني بالأمس طبعا بدأت العملية في منتصف الليل، ثم طبعا نواكب عملية دخول قوات الاحتلال إلى مدينة طول الكرم ومخيماتها، تدمير البنى التحتية وصولا إلى مخيم نور شمس، ثم تركزت العملية الآن في مخيم نور شمس. الآن مخيم نور شمس بدأت العملية بتدمير كل البنى التحتية المحيطة به بهدف فصله عن باقي أجزاء المحافظة، ثم بدأ بعد ذلك تجهيز منطقة أشبه بمركز تحقيق ميداني. الآن بدأت عمليات اقتحام البيوت بشكل خلينا نقول بيت بيت، الدخول إلى كل بيت ويتم اعتقال الرجال واقتيادهم إلى مركز التحقيق الميداني، ويخضعون طبعا لتحقيق قاسي ووحشي. وكل من يرى به من وجهة نظرهم انه ممكن يكون حوالي شبهات يتم تحويله الى مراكز تحقيق اسرائيليه في الداخل، وغير ذلك طبعا بتم اطلاق سراحه، ولكن شريطه ان لا يدخل الى مخيم نور شمس. واضح انه الاحتلال طبعا قبل اليوم يعني مع ظهيره هذا اليوم قام باطلاق الارتباط العسكري والارتباط المدني، انه يعني يمكن كل مواطن بداخل المخيم يستطيع ان يغادر المخيم خلال 4 ساعات. كل من يرغب في المغادره يستطيع ان يغادر. الان بدات عمليه اللي هي خلينا نقول كل من يتم التحقيق معه يتم الخلاص الانتهاء منه، بيتم اخراجه من المخيم وعدم السماح له. يعني الاحتلال، يعني لكي اتبين منك سيد مصطفى، الاحتلال يوجه دعوات لاخلاء بعض المناطق من سكانها، هل هذا صحيح؟ الاحتلال انا وجهه نظري سياسته كلها بتقوم على مفهوم التهجير، وبتقوم على مبدا التهجير وعلى مبدا طبعا الترتيب. وطبعا دائما برافق هذه العمليه طبعا ايضا محاصره المؤسسات الطبيه اللي بتسعى طبعا هي المؤسسات الطبيه من خلالها. واضح انه الاحتلال بيحاول انه يعني يزيد حجم المعاناه لدى المواطن الفلسطيني. الاحتلال بشكل عام انا بشوف هو ذاهب باتجاه تصفيه المخيمات، ده تناغما مع ما يجري من ضغط على الانروا ومحاوله محاصره لها. هو يرى الان الظرف الدولي والمناخ الدولي والاقليمي مناسب جدا له لتصفيه هذه المخيمات والتخلص منها، لانه باعتبارها حياه شاهد على جريمه هذا الاحتلال وما تعرض له الشعب الفلسطيني، وهو يجب هذه المخيمات تذكر دائما بأجل وجوده. فهو يريد أن يخلق بيئة طاردة للسكن في داخل هذه المخيمات عبر تدمير كوبونات تحتية ومن تأكيد العائلة. الآن تتحدث عن مخيم نور شمس الذي من بعد 7 من أكتوبر حتى الآن بلغ عدد شهداء 80 شهيد. هذا إن دل عدد كبير من الجرحى وعدد كبير من طبعا من تدمير البيوت ومن أيضا من الأسرى. يعني هذه الصورة هي عمليا محاكاة لما يجري في قطاع غزة. واضح انه يعني بدا ينتقل التصعيد الى الضفه الغربيه بشكل متدرج، وصولا يبدو لي الى هدف الذي يسعى له، وهو الضغط على المواطنين ومن ثم ضرب كل معززات الصمود ومقومات الصمود من مواطنين، يعني عند المواطن عبر ضرب مقومات ومرتكزات المجتمع من خلال طبعا محاصره المنظومه الطبيه وايضا تعطيل المنظومه التعليميه والتربويه، جنبا الى جنب طبعا مع هذا الحصار المالي والخانق وعدم وجود على بعض مرور سنه من خلينا نقول من حاله الحصار وعدم وجود عمل. هذا كله بيؤدي طبعا الى حاله من المعاناه الغير عاديه اللي اصبح المواطن الفلسطيني ان تحت وطئتها للاسف في ظل صمت عربي ودولي بدون يعني اي حراك، بدون اي تدخل، بدون اي ترك الشعب الفلسطيني الان يواجه مصيره لوحده في هذه الساعه بدون اي تدخل. يعني الان انت تبتدي بالعالم امام عجز كامل، والان الشعب الفلسطيني لا يوجد امامه خيار واحد الا وهو الصمود وافشال هذه السياسه والتحدي في وجه هذا الاحتلال. للاسف هذا هو الحال الان الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني، واعتقد ان محافظه طول الكرم هي ليس بمعذر عما يجري كل الشعب الفلسطيني، هي جزء اصيل من الشعب ومن الاراضي الفلسطينيه وتتعرض كما يتعرض لو الشعب الفلسطيني، وان كانت يعني خلينا نقول بوتيره اعلى من غيرها.
أنا بشكرك شكرا جزيلا السيد مصطفى طقاطقة محافظ طول كرم، كنت معنا هاتفيا من الضفة الغربية.